أخبار اليوم. إرهاب بكافة أشكال. إننا نجتمع اليوم في لحظة فارقة يشهد فيها العالم تحديات متزايدة في مقدمتها انتشار الإرهاب، مما يتطلب التكاتف الدولي من أجل تحقيق آمال شعوبنا في حياة آمنة ومستقرة يساهم فيها التوصل إلى اتفاق دولي طموح ومستدام ومتوازن لمواجهة تحديات تغير المناخ. ولقد شاركنا جميعا منذ أشهر قليلة بنيويورك في اعتماد أجندة دولية طموحة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. ولن يكتمل جهدنا المبذول في هذا الصدد دون التوصل إلى اتفاق دولي يتصدى بقوة لتغير المناخ ويحقق التوازن المأمول بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على البيئة، ويوفر ظروفا أفضل لإقرار السلم والأمن الدولي. السيدات والسادة، لقد لعبت مصر وما تزال دورا بناء في مختلف الجولات التفاوضية حول تغير المناخ وصولا إلى مؤتمرنا هذا، اطلاعا بمسؤولياتها في تمثيل القارة الإفريقية وتعبيرا عن وحدة الصف الإفريقي، حيث تتحدث جميع الدول الأفريقية بصوت واحد للدفاع عن مصالح القارة وتحقيق الرخاء لشعوبها. فأفريقيا هي الأقل إسهاما في إجمالي الانبعاثات الضارة والأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ، ولذلك ينبغي أن تشمل أي تدابير للمرونة في الإنفاق الدول الإفريقية إلى جانب الدول الأقل نموا والدول النامية المكونة من جزر صغيرة. كما تطالب أفريقيا بالتوصل لاتفاق دولي عادل وواضح نلتزم به جميعا ويتأسس على التباين في الأعباء ما بين الدول المتقدمة والنامية وفي إطار المسؤولية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية، ووفقا لمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وأن يحقق الإنفاق المنشود توازنا بين عناصره المختلفة. فمن غير المقبول أن ينصب التركيز على عنصر الحد من الانبعاثات الضارة دون أن يقابله اهتمام مماثل بباقي العناصر، خاصة ما يتعلق بتعزيز قدرات الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية وتوفير التمويل والدعم الفني والتكنولوجي، مع أهمية أن يشمل الاتفاق هدفا عالميا حول التكيف ويضمن الالتزام بألا تزيد حرارة الأرض على 1.5 من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، بما يمكن الدول الإفريقية والنامية من تخفيف الانبعاثات الضارة وتحقيق التنمية المستدامة. لقد أوضح تقرير صدر مؤخرا عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجود فجوة تمويلية للتكيف مع التغيرات المناخية في إفريقيا لا تقل عن 12 مليار دولار سنويا حتى عام 2020، وهي مرشحة للتزايد باستمرار. ولذا فمن الأهمية أن يعالج الاتفاق المأمول قضية التمويل بفاعلية وشفافية حتى تتوفر به المقومات اللازمة لاستدامته. فمن الضروري أن يعكس الاتفاق الالتزام بتوفير 100 مليار دولار سنويا للدول النامية بحلول عام 2020 ومضاعفته بعد ذلك. لقد كان هذا هو الإطار الذي صاغت فيه قارتنا الإفريقية مبادرتين شاملتين تستهدف إحداهما دعم الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتعزز الأخرى من جهودنا القارية في التكيف مع التغيرات المناخية. وأنني من هذا المنبر أدعو المجتمع الدولي والحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية إلى تقديم كل الدعم لهاتين المبادرتين، كما أدعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود التي تقوم بها مصر على المستوى الوطني في هذا المجال، إذ استوفت مصر وكل الدول الإفريقية التزامها
بتقديم مساهماتها وخططها الوطنية الطموحة لمواجهة تغير المناخ. وقد أقرت مصر قبل انعقاد المؤتمر خطة وطنية شاملة للتنمية المستدامة حتى عام 2030. السيدات والسادة، رغم صعوبة وقسوة التحديات التي نحشد طاقاتنا اليوم للتصدي لها، فإنني أثق في أن لدينا من العزيمة والحكمة وروح التضامن ما يكفي لتجاوزها، بما يمكننا من تحقيق إنجاز تاريخي جديد في مسيرة العمل التنموي الدولي، نوفر به مستقبلا أكثر إشراقا لشعوبنا وللأجيال القادمة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.